السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. وما تنسونيش اخوتي من اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. غزل ترك تعبر عن اشتياقها لوالدتها دنيا باطمة. إليكم التفاصيل والفيديو. أثارت غزل ترك ابنة الفنانة المغربية دنيا باطمة تعاطفا كبيرا عبر منصة التواصل الاجتماعي انستغرام عقب انتشار مقطع فيديو لها بجانب شقيقتها ليلى روز. وظهرت غزل ترك في مقطع فيديو الذي انتشر بشكل كبير عبر صفحات بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام. ظهرت وهي تعبر عن اشتياقها لوالدتها التي توجد حاليا بسجن لوداية بمراكش. ما طاحيش ما شدكش فحصت ماما ها فحصت ومباشرة بعد تعبير غزل ترك عن اشتياقها لوالدتها دنيا باطمة طلبت ليلى روز منها زيارتها قائلة مشي عندها. فهاد الفيديو ديال بنات دنيا باطمة انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وخلق ضجة كبيرة، وبزاف ديال الناس اللي بقاو فيهم وتعاطفوا معاهم ودعوا مع الام ديالهم باش الله يطلق شراحها. وبكل حرقة ابتسام باطمة نزلت هاد الفيديو على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام ورافقته بتعليق كتقول فيه حسبي الله ونعم الوكيل. ليلى روز بغات تقول الغزل بغيتي تمشي عندها ما عرفاتش تقولها حسبي الله ونعم الوكيل. فالله يكون معاهم، صراحة ماشي سهلة عليهم. فالله يفرج على الفنانة المغربية دنيا باطمة. فكنتظر اخوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعة، الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامة.